السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ليث. اليوم يا جماعة احنا بلعبة باكمان، بس قبل ما نبدأ يا ريت لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. ويلا يا جماعة نبدأ. بسم الله يا جماعة راح نبدأ. اوكي هسه يا جماعة راح نبدأ، تمام؟ خلينا نطلع فوق يا جماعة، اوكي، ونلعبها يا جماعة. فكرتها يا جماعة بكل اختصار انه لازم يا جماعة ناخذ النقاط، اوكي، وفي يا جماعة شوية اشباح اللي هم اربع اشباح زي ما انتم شايفينهم على الشاشة، الشبح الاحمر اوكي وراي، في الشبح الازرق يا جماعة، والشبح البرتقالي، وفي الشبح الذهبي، وبس والله، الشبح البني، تمام؟ اوكي خلينا نجي يا جماعة ناخذ النقاط. انا ناكل الشبح، ناكل الشبح. اتوقع يا جماعة باكمان له مسلسل على ام بي سي 3 والله العليم، يمكن شفته على ام بي سي 3 مسلسل باكمان، تمام؟ عن مغامراته. اوكي خلينا نجي يا جماعة ناخذ النقاط. اوكي اخذنا هاي النقطة، نقطة يا جماعة الكبيرة بتخوف الوحوش. اوكي اهم شيء يا جماعة الوحوش يخافوا عشان يا جماعة نلعب على راحتنا. ابلعوا الاثنين، ابلعوا اوكي بسرعة قبل ما يقتلوني، الوحشين خبيثين جدا في هاي اللعبة، بقتلكم بسرعة. اوكي بسرعة خلينا ناخذ هاي يا جماعة. اوكي اخذنا النقاط اللي تحت، في جماعة كرزة بفكر اخذها. اوكي اخذت كرزة يا جماعة، يعني مش عارف شو فايدتها الصراحة، اتوقع يا جماعة بتزيد لي السكوب ولا اشي الكرزة، تمام؟ في فوق يا جماعة كم من نقاط عشان يا جماعة افوز مرة واحدة. فزنا يا جماعة في اول ليفل. اوكي شو هسه يا جماعة شو عندهم؟ بيدي جاهز حالك. اوكي بسرعه خلينا نبدا يا جماعه. يا جماعه الاشباح كل مره بيصيروا اسرع ومعبقين، تمام؟ طيب كيف معبق؟ معبق يا جماعه، مش عارف العب معه. اوكي معلش يعني مش متعود على شبح يكون معبق معي. اوكي هاي المره يا جماعه ظبطت اعدادات البرنامج، كان الصوت يا جماعه جدا عالي، يعني صوت التصوير بتاع اللعبه اعلى من صوتي وهيك، كان في شويه مشاكل، بس الحمد لله ظبطت المشاكل وخليت الصوت متوازن مع صوت التسجيل. اوكي خلينا ناخذ يا جماعه الفراوله، تمام؟ في 300 فيها، كويس جدا. خلينا ناخذ النقاط، هذول النقاط حيغلبني طول اللعبه اوكي لو ما اخذتهم، تمام؟ في نقاط هنا، لحقوني يا جماعه الاشباح. اوكي مصدقين على حالهم انهم يقتلوني. اوكي ابلعوا انتوا الاثنين مع بعض، ابلعوا. اوكي في جماعه تحت فراوله، بفكر اضحي واخذها يا جماعه، خلص هسه بقدر اخذها على راحتي لانه يا جماعه معي نقطه قويه اللي هي قوتني على الاشباح. بسرعه اوكي بسرعه، راح تقتلني الشبح، راح يقتلني. اوكي يعني يا جماعه صاروا اقوى، فاهمين علي كيف؟ فزنا يا جماعه بالليفل هذا، تمام؟ هسه نشوف يا جماعه. اوكي الشبح الاحمر بلحقني، شو هسه راح يصير؟ راح يصير يا جماعه انه الشبح الاحمر الخايف مني صار، شايفين كيف؟ صار يخاف مني، تمام؟ حجمي كبار. اوكي اتوقع يا جماعه راح يضلهم يعيدوا بنفس المرحله، يمكن لانه يا جماعه العاب النيس انتوا عارفين غبيه. اوكي بسرعه، كويس كويس. اوكي والله يا جماعه الشبح غبي الازرق، تمام؟ بسرعه خلينا نجي يا جماعه ناخذ النقاط من فوق. يا جماعه في فاكهه تحت، والشبح الاحمر كان راح يعذبني تعذيب، تمام؟ بسرعه خذها 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 بسرعه النقطه، لانهم يا جماعه مره واحده التموا علي، قلت لكم يا جماعه كل مره اللعبه بتصير اصعب من قبل. اوكي لا لا انحشبت يا جماعه، انحشبت اكلوني، مش شايفين؟ اربع علي يعني حرام عليكم، ارحموني، تمام؟ هسه يا جماعه بدنا ننتقل من فوق، في يا جماعه بقدر امشي عكس اللعبه، فاهمين علي كيف؟ يعني في بقدر امشي جهه من عكس اللعبه، هسه بوجهكم كيف قصدي. اوكي بسم الله، كويس كويس، خليني اجيكم من هنا. لا اي شفتوا يا جماعه بقدر الف شاشه اللعبه. اوكي بسرعه بسرعه، الحمد لله الحمد لله لفت شاشه اللعبه، تمام؟ هسه يا جماعه هاخذ النقطه وافوز عليهم على طول لانهم بصراحه قرفوني. اوكي بسرعه خلينا ناخذ يا جماعه النقطه عشان يخافوا، ابلعوا انتوا بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي قبل ما يرجع السبون لازم اكل يا جماعه النقاط من حواليه، تمام؟ عشان ما يرجع ليش ويغلبني. بسرعه يا رب يا رب، فزنا يا جماعه الحمد لله يا جماعه. اوكي فزنا يا جماعه، خلينا ندخل يا جماعه الليفل الرابع، تمام؟ اللي احنا فيه هسه حاليا. اوكي يلا بسرعه بسرعه، صوت اسرع يا جماعه، اللعبه صوت اسرع. اوكي جماعة الجلد ما زال مستمر، اوكي الجلد ما زال مستمر، تمام؟ بسرعة بسرعة اللعبة صارت اسرع، كل ما اللعبة تصير اسرع بتكون اللعبة حماسية اكثر، تمام؟ بسرعة اللعبة صارت اسرع، يلا يلا بسرعة ابلع 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 ابلع. اوكي بسرعة تعال 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 ابلع انت كمان، لا يهو يهو اسرع مني صاروا هذولا. اوكي بسرعة ابلعوا جماعة بسرعة، لازم العب على الوقت بسرعة، لازم استغل اللحظات عشان الاشباح ما يقدروا يلحقوني زي الناس، تمام؟ بسرعة خذ النقطة، النقطة خذها بسرعة بسرعة، يوهو فوق الاشباح فوق، والله يا جماعه غير يجلدوني الجلد، تمام؟ بسرعه بسرعه بسرعه، لا 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 بسرعه 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 يا ليث، لا فزت يا الله، ظل لي يا جماعه حبتين، يا الله بس ظل لي حبتين وافوز يا جماعه، والاشباح هسه راح يحاصروني، راح اجيب العيد، لا ما جبتش العيد والله، لانه يمكن على بدايه سبونهم كنا اغبياء، تمام؟ فزت يا جماعه الحمد لله، تمام؟ شو هسه يا جماعه راح يكون؟ بس هيك اللعبه يعني اظلني العب الفل، تمام؟ يلا ما علينا، صارت اللعبة يا جماعة أسرع. أوكي بسرعة صارت أسرع 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 بسرعة صارت أسرع،
يا جماعة كل شبح الأزرق يحفظ حركاته، بظل ينزل من تحت تمام، بظل ينزل من تحت، أوكي؟ هسه يا جماعة تفاحة، التفاحة، لا، والله إني ذكي، أنا عارف يعني راح يغير المرة، كل مرة بغير حركاتهم الأشباح تمام، بسرعة، تلعب يا جماعة، أوكي؟ مش أقتل ولا شبح عشان يا جماعة أستغل الأشباح وأستغل الوقت عشان ما أقتلهمش، والنقاط أستعملها على راحتي، خلينا نستعمل النقطة، أوكي؟ بسرعة. خذ النقاط هنا بسرعة بسرعة بسرعة. جماعة الأشباح أسرع من حياتي، أوكي؟ الأشباح أسرع من حياتي. أوكي بسرعة 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 بسرعة. الشبح وراي، الشبح وراي، أوكي الحمد لله الحمد لله. الشبح وراي يا جماعة، شفتوا كيف كان وراي؟ راح ياكلني أكل بسرعة. إيش صار؟ أوكي الشبح الأحمر وراي انمزع يا جماعة. واو طيب شكله، والله شكله بضحك. أوكي الشبح وما بعرف إنه بينمزع. أوكي بسرعة يا جماعة صرت أسرع اللعبة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا جماعة أنا حافظ حركة الأزرق، الأزرق يا جماعة غبي معلش يعني. بسرعة بسرعة خلينا نمشي يا جماعة تحت زي هيك. أوكي بسرعة بسرعة حركة اللعبة، احفظ حركاتهم. أوكي الأحمر يا جماعة معرب، الشبح الأحمر تمام يا جماعة وراي، هذا هذا الشبح الأحمر بكره طول اللعبة إنه هو وراي، مش عارف شو السبب. أوكي خلينا نمشي يا جماعة من الجهة الثانية. بسرعة بسرعة خلينا ناخذ النقاط والأغراض اللي تحت. أوكي جماعة معبى نقاط تحت، خايف ينتهي وقت مفعول الطاقة اللي معي هاي. بسرعة خلينا نلحق يا جماعة، يلا يلا بسرعة لف 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 لف. اوكي الحمد لله لفينا يا جماعة. ابلعوا، لا شو ابلعوا، باخذ النقاط. اوكي هي اعراض رمضان يا جماعة، كل فيديو لازم نحكي لكم اعراض رمضان تمام. بسم الله يا جماعة، شوف هسه شو الليفل راح يكون. يا جماعة صار عندي فاكهات كثير على الجنب تاع اللعبة زي ما انتم شايفين على الجنب اليمين، كثير فاكهات صرت اقدر اخذ حاليا. بسرعة اوكي بسرعة بسرعة بسرعة. يهو يهو ضيعت الفرصة، والله ضيعت النقطة. بسرعة هذا معرق الشبح الأزرق. يهو صارت اللعبة سريعة. أوكي جماعة أنا مش ملحق ألعب. أوكي الأشباح أسرع من حياتي تمام. يهو أسرع مني، أوكي أسرع مني معلش يعني شبح أشباح أنتوا أسرع مني ارحموني. أوكي بسرعة يا أخي، ليش أسرع مني أنتوا؟ أوكي ما علينا يا جماعة بسرعة بسرعة. لا لا كيف 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 كيف. أوكي خلاص متت يا جماعة، جيم اوفر. والله يا جماعة جلدوني صح تمام، ما علينا بنرجع نلعب يا جماعة. اوكي في بلاير 2، شو يعني 2؟ والله ماني عارف، يمكن شوط الك وشوط لغيرك تمام، بس مش راح العب يا جماعة شوطين، وحرجع يا جماعة العب باللي فوق تمام. بسرعة يعني لازم يا جماعة نلحق نوصل يا جماعة يعني، فاهمين كيف؟ هذا نشوف اذا هسه خسرنا ما حكمل، لانه يا جماعة صراحة حرام والله كثير صعب اللعبة يعني، كل هذا واخسر تمام. بسم الله. ايوه 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 ايش بدك تعمل؟ ايوه ما شاء الله ما شاء الله حصروني، ايوه حصروني. اوكي حركاتكم معروفه. اوكي تعال انت الثاني بدك تبلع معاه معاه معاه، انتوا الاثنين ابلعوا. اوكي بلعنا يا جماعه الاثنين الحمد لله تمام. يا جماعه هذا الشبح الاحمر شكله ماسكها علي يعني، بكرهني جدا الشبح الاحمر. اوكي وبسرعه انحشبت انحشبت، خلاص يا جماعه والله يا جماعه بستسلم بستسلم بستسلم. اوكي يعني ما شاء الله اللعبه تاعتهم جدا صعب الصراحه. اوكي يعني الى هنا يا جماعه وصلنا لنهايه هذا الفيديو، اتمنى يا جماعه هذا الفيديو يعجبكم، يا ريت لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه، واحكوا لنا يا جماعه نلعب يا جماعه باكمان ونجيب فيه يا جماعه سكور عالي، ولا يا جماعه خلص ما نلعبهاش، لانه الصراحه يا جماعه اللعبه جدا 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 صعبه يعني، بتخسر على طول وهيك وبتقابش يعني فيش فرص ولا اشي يعني، اللعبه حتغلبني صح. اوكي وبس كان معكم ليث من قناه ليث جيمنج 0000 ومع السلامه.